مساء الخير من برنامج رادار على شاشة دي ام تي في. في حلقتنا لهذه الليلة مشاهدينا تقارير مختلفة ومنوعة تجمع بين الرياضة والثقافة والتصاميم والعادات والتقاليد، حيث جالت كاميرا رادار على فعاليات ونشاطات عدة وعادت إليكم بتقارير مختلفة. الإفطار الجماعي لتعريف الناس على عادات وتقاليد دولة الإمارات، منتدى أبواب مفتوحة عقول منفتحة، ومعرض الفنون الجديد فن أبورتي، وطبعاً رياضة القفز أو ثورة القفز مع باونس. بهدف تسليط الضوء على عادات وتقاليد دولة الإمارات خلال شهر رمضان المبارك، يقام حفل إفطار خاص في حي الفهيدي التاريخي في بردبي، يبدأ من أذان المغرب، يليه الإفطار مع القهوة العربية التقليدية والتمر، ضمن أجواء مميزة تعكس التقاليد الإماراتية وعادات شعبها وجزءاً من تراثها الذي تتوارثه الأجيال جيلاً بعد جيل. المناسبة لا تقتصر فقط على تناول وجبة الإفطار، بل تتم دعوة الحاضرين إلى جلسة نقاشات حول العادات والتقاليد. رادار كان حاضراً وعاد بالتقرير التالي. المعروف عن دولة الإمارات العربية المتحدة بالكرم وحسن الضيافة، فعشان هيك اختار مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري هاي الفرصة ليعرف الأجانب على العادات والتقاليد الإماراتية، فاستغل هالشهر الفضيل ليعزمهم على الإفطار ويعرفهم على الأكلات الشعبية التراثية وعلى العادات الإسلامية اللي منقوم فيها بشهر رمضان الكريم. فشو هي هاي العادات وشو هي الأجواء؟ خلينا نشوف سوا. بعد ما دخلنا على قلب المركز أو بالأحرى البيت الإماراتي التراثي اللي بيبهر أي حدا بس يفوت عليه، معنا يوسف الغرير أحد المتطوعين بمركز محمد بن راشد للتواصل الحضاري اللي حيشرح لنا عن الهدف من الإفطار. رمضان كريم يوسف. يوسف خبرنا شو الهدف من الإفطار؟ الهدف من الإفطار أن نجيب الأجانب ونعرفهم على العادات والتقاليد الإماراتية ونعطيهم نبذة عن الدين الإسلامي ونراويهم يعني نحن شو نسوي في شهر رمضان الكريم، عشان أكثرهم اللي يسكنون هني ما شافوا العادات والتقاليد الإماراتية عشان قلة سكان الإماراتيين في البلاد. فنحن وظيفتنا أن بس أن نراويهم نحن شو نسوي في بيوتنا نفسنا، وأن يعني نراويهم ليش شو بتسوي بالبيوت بالبيوت الإماراتية. شو بيصير البيوت الإماراتية بالمختصر؟ يعني يصير أن الأهالي الأهل كله يجتمع في مكان واحد، يأكل على طاولة واحدة ويأكل وجبة كاملة. عادة يعني في البيوت تكون أحد من الأهل يمكن ما يكون موجود ولا شيء شيء، فبس في شهر رمضان لازم كل حد يكون موجود على الإفطار، ولازم كل حد يأكل يعني نفس الأكل ونفس الأكل المطبوخ من البيت نفسه. شو هو الأكل؟ خبرني تفاصيل أكثر عن الأكل. شو هي الأكل الإماراتي التراثي الشعبي المعروف؟ عندك الفريد وعندك الهريس وعندك يعني الأكلات مثل البرياني ومثلاً العيش والسمك، أو يعني أحياناً يكون في شوربة. يعني في أكلات إماراتية مثل الهريس والفريد، وفي أكلات يعني مأخوذة من دول ثانية مثل البرياني ومثل الكبسة أو مثل المقلوبة، أو يعني في خلط يعني الأكلات يعني من كل أنحاء العالم، بس أكثر شيء في تركيز على الأكلات الإماراتية اللي هي الهريس والفريد اللي هو هذا الأشهر.
ويوسف، المركز هذا دائما بيختار شهر رمضان ليعمل هيك افطارات ويعرف الاجانب على العادات والتقاليد الاماراتيه والاسلاميه، ولا هذا الشيء مفتوح ايضا بغير اشهر فضيله؟ المركز مفتوح حوالي مدى السنه، بس نحن نخص برنامجنا في يوم في رمضان، عشان يعني هو شهر فضيل وشهر يعني غير عن الاشهر الثانيه، فنبى نراويهم هالجزء من الامارات وهالجزء من عاداتنا وتراثنا وعادات المسلمين ككل. طيب اليوم برمضان حيفطروا الناس، وبعد الافطار شو رح يصير؟ بعد الافطار نحن بناخذهم نسير المسجد، وين المدير يعطي النبذه عن الاسلام، بعدين بناخذ جوله سريعه في المنطقه، وبعدين منرد هني فيكون في يعني اسئله واجوبه من المتطوعين. وكيف بتشوفوا اقبال الناس على الافطار وعلى هاي الاشياء العادات التقاليد الاماراتيه؟ عايبتنهم الحمد لله، وكل سنه يزيدون الحمد لله، كل سنه يزيد الضغط علينا. يوسف، بس بدي اسالك عن الشخص الموجود هناك، شو هالصوت اللي عم يطلعه وشو عم بيحكي؟ تشرح لنا اكثر عن الموضوع. هذا الرجل هناك جالس يرحب بالناس اللي جايين وياس يطحن القهوه. طحن القهوه عندنا يعني يتفضلوا الى مجلسنا، يعني ان نحن ياسين نسوي قهوه، ياسين نصنع قهوه للضيوف، فاي حد يسمع الصوت يعني حياه الله في المجلس. وشو الكلمات اللي عم بيحكيها؟ مرحبا الساعة أظن، يعني مرحبا تفضلوا أو هيك شيء؟ كل الكلمات أو الأشياء اللي يقوله يدور حول يعني يرحب بالناس اللي جايين. إحنا ما ضايل كتير وقت على الإفطار، لازم نقوم نفطر صح؟ صح. بعد ما أكلنا وشبعنا رح نسأل الناس الموجودين شو رأيها بالأكل الإماراتي. مرحبا. أهلاً أهلاً، زيك؟ عرفنا بحضرتك. أنا شريف ماهر، عايش هنا في دبي من مصر. شريف، شو رأيك باليوم الإفطار الإماراتي؟ بصراحة كان أنا ما كنتش عمري جربت أكل إماراتي، وما كنتش عارف أتوقع إيه، وبصراحة مبسوط جداً، يعني أكل هايل وفي أوبشنز كتيرة جداً ومختلف، ولا بصراحة حبيت الأكل، الأكل كان لذيذ وحلو بصراحة. حسيته قريب على الأكل المصري؟ يعني مش قريب قوي من الأكل المصري بصراحة، بس في حاجة اسمها مضروبة، فأنا كنت بشبهها بالكشك مثلاً، فمش عارف لو هي نفس الحكاية ولا لا، بس في شبه من اللي احنا عندنا حاجة اسمها كشك شبهها كده شوية. أنا المضروبة شبهتها بالمجدرة تقريبا. انا ما اعرفش يعني ايه المشكله. المجدره هي تقريبا بتشبه المضروبه، بس هي اكثر رز وعدس وبصل، بس تقريبا شبهها، بس نفس الطعم. بس كانت عامه خبره كويسه، انه الواحد اهو زي ما بقول لك يجرب اكل مختلف، ويعني خصوصا هنا مش متاح انه الواحد ياكل اكل اماراتي كتير، فبجد كانت يعني حاجه كويسه انه نيجي هنا ونجرب الاكل الاماراتي. كمان معنا حدا تاني من اللي كانوا على الإفطار، تعرفنا بحضرتك؟ مرحبا، اسمي جاد حلبي، أنا من لبنان. جاد، شو رأيك بالإفطار والقعدة الإماراتية؟ والله صراحة هاي أنا صار لي 3 سنين بالإمارات، وأول مرة بأكل أكل إماراتي، وصراحة I was surprised and delighted، يعني the food is really good، في الهريس كتير حبيتها، وشفت التبولة ارتحت إنه شوي شيء لبناني. أخذت روح لما شفت التبولة، أول شيء بلشت بالتبولة، أخذت نفس، رجعت بلشت بالأكل. مزبوط، وكان في البرياني كمان في طيب. ولقيته قريب هيك من الأكل اللبناني ولا لا؟ لا مش قريب، لا صراحة، يعني مبين إنه أكل خليجي
شوي يمكن بشبهه على الأكل الأردني يمكن أكثر تقريبا. حسيته تقيل شوي البهارات غير عن الأكل اللبناني أو لا؟ بيستعملوا الهيل كتير هون، فنحن ما بنستعمل كتير الهيل بالأكل، فشوي غير. بس غير هيك في قصص إنه النكهة العربية بتلاقيها جوا. جاد غير عن الأكل، شو رأيك كان بالقعدة والبيت التراثي؟ والله كتير يعني حلو جديد علي، إنه أول مرة بنقعد هيك نكون عم ناكل، عادة نكون قاعدين على طاولة أعلى، فبتحل يمكن تشبع أسرع هيك أحسن. كل قوم بالضبط. شكرا لك جاد. نتوقف مع أول فاصل إعلاني ولنا عودة لمتابعة باقي التقارير. جولة جديدة ومميزة مع مواضيع عديدة وحصرية نتابعها في هذا الجزء من رادار. أقيم حفل افتتاح معرض الفنون الجديد فن أبورتيه الذي يفتتح أبوابه لكل محبي الفن بمختلف فئاته، ويحتضن المواهب الجديدة والفنانين الموهوبين من الإمارات ومختلف دول العالم. المعرض يشتمل رسومات مختلفة تمثل الفن الحديث المعاصر، إضافة إلى تصاميم منوعة. أجواء المعرض في هذا التقرير. أبورتي جاليري مش جديد، بس فتح جديد الفرع تبعنا بالكامبينسكي بالمول اوف ذا اميريتس. فان أبورتي بيعرض الفن، اللوحات، وحتى العفش، الجولري للديزاينرز منقيين ومعروفين. بنحاول دائما انه نعرض للفنانين جداد مواهب جديدة، ندفشها، نفرجيها للببليك. هون موقعنا بيساعدنا كتير لأنه موجودين بيشوفونا التورست، السياح، وبيشوفونا أهل البلد. أحلى شيء بالموضوع الفن والزباين تبعت الفن هو لما تشوف السائح اللي بيجي لدبي بيحب إنه يشتري سوفينير حلوة من المنطقة، بيجي لياخد painting، لا ياخذ لوحه لفنان عربي او اماراتي او من المنطقه العربيه. هلا بتشوف عندنا في الجاليري معروض عبود سلمان. عبود سلمان فنان سوري، فنان سوري معروف قدير، شغله فيه تفاصيل كثير كبيره، جاي من منطقته، هو من منطقه الفرات بسوريا واقرب على العراق، فبنشوف فيه تفاصيل كتير إلها دخل بالحياة اليومية للمنطقة هذيك، إلها دخل باللبس التقليدي للمنطقة، أمورهم اليومية. فاللي بتفرج في اللوحات هاي بياخد لم هيك جلمبس عن منطقة في الوطن العربي، وبيفهم كل تفاصيل حياتها.
اللي بنعمله بفن أبورتي غير اللوحات، انتوا اكيد شفتوا الشنات اللي معروضين، احنا مش محل شنط يعني، بس بنشتغل كمان مع الفنانين اللي بيعرضوا عنا، بنحاول ناخذ لوحه من شغلهم، بتكون اللوحه ملك للجاليري، وهي اللوحه بنطبعها على جلد طبيعي وبنعمل منها شنط ليميتد اديشن بأعداد معينة. الشنط اللي شفتوها مثلا من كل ديزاين معمول فقط 50 شنطة، في عليهم إقبال كتير لأنه الناس بتحب إنه مثلا الفن اللي عجبها، اللون اللي عجبهم، الفنان اللي عجبهم، إنه ليش لا بيحبلوه معاهم كمان. الشنط هدول من تصميمي أنا الخاص وبراندد ملك لفن أبورتي وبس موجودين عندنا بالفن. فاصل قصير ونتابع. نعود معكم أعزائي المشاهدين لمتابعة فقرات رادار وفيها. بحضور الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مركز الشارقة الإعلامي، انطلقت في إمارة الشارقة أولى جلسات المجلس الرمضاني لمركز الشارقة الإعلامي التي تقام هذا العام تحت شعار في ثقافة الحوار، ويسعى من خلالها المركز إلى توفير مساحة لتبادل الحوار الثقافي والفكري في مواضيع متنوعة ترسخ لثقافة التسامح واحترام الآخر. كاميرا رادار كانت حاضرة وعادت بتقرير التالي. مركز الشارقة الإعلامي كعادته في كل عام وفي كل رمضان يستضيف المجلس الرمضاني فيه العديد من الشخصيات المهمة، وفي هذا العام قرر المركز الإعلامي أن يشارك تحت مظلة رمضان الشارقة والتي هي يعني تحت إدارة لجنة عاصمة الثقافة الإسلامية، فقررنا أن يكون هذا المجلس في مركز إكسبو الشارقة ونستضيف فيه كبار الضيوف، واليوم تمت استضافة جلسة بعنوان حوار الأديان، والحمد لله من خلال هذه الجلسة لاحظنا أن هناك العديد من الأشياء المشتركة التي ممكن أن نستفيد منها نحن كمسلمين أو كمسيحيين في الوطن العربي من خلال الحوار، ونتمنى إن شاء الله أن تكون هذه الجلسة مفيدة للجميع ويستفيد منها، ونحن نحاول أن نطور من جميع جلساتنا، ففي الجلسات القادمة إن شاء الله تكون هناك اختلافات أيضا في الأطروحات، فمنها جلسات رياضية، جلسات ثقافية، جلسات تراثية، فهذا كله يصب في مصلحة الحضور وفي مصلحة إثراء الجميع بالمعلومات القيمة. هذه لقاءات مهمة لكي تؤكد على أهمية نبذ التعصب والتقوقع والطائفية والعنف، ذلك لأن الديانات، كل الديانات، تدعونا إلى المحبة وإلى السلام، ولكن للأسف هنالك أناس يدعون تمثيلهم للدين ولكنهم يسيئون للدين بأفعالهم وتصرفاتهم، وبالتالي وجب علينا أن نلتقي، وجب علينا أن نتحاور، وجب علينا أن نكون معا لكي نبرز الصورة الحقيقية للدين والموقف الحقيقي للدين، وهو أنه حامل لرسالة السلام والمحبة والإخاء بين الناس. لا يمكننا أن نقبل بتصرفات ومواقف فيها الكثير من التشويه
لصورة الدين الحقيقية. أدياننا أتت لكي توحد الناس ولكي تقرب الناس من بعضهم البعض، ومن يقسمون الناس ويفككون الناس باسم الدين إنما يسيئون للدين، لأن أدياننا هي جسور بين البشر وليست أسوار. الأديان موجودة من أجل ترسيخ ثقافة المحبة والسلام بين الناس. المزيد والمزيد من المواضيع المشوقة بانتظاركم بعد هذا الفاصل الأخير. في الجزء الأخير من حلقتنا تقارير عن هل تخيلت يوماً متابعة عروض مبهرة مع أكثر من 100 ترامبولين في ساحة مغلقة مساحتها حوالي 500 متر مربع؟ بات ذلك ممكناً في دولة الإمارات في مجمع باونز ثورة القفز. رياضيون محترفون حضروا خصيصاً لتقديم عروضهم المنوعة والمختلفة في دبي، كما يمكن أيضاً للجمهور تجربة ذلك، وطبعاً ضمن فئات عمرية مختلفة وتحت قطر خاصة بالسلامة. باونز في هذا التقرير. Bounce is an indoor trampoline park. Basically, we are a free jumping revolution where anybody and everybody can come along over the age of 3. It's all air conditioned in here. It's really, really nice. We've got Olympic grade trampolines. We've got slam dunk hoops. We've got a giant airbag. We're the first ones to the Middle East. So Bounce is born out of Australia. We're the originals, Bounce Inc, and first one in Dubai, and it's absolutely pumping down here. It's good times. Safety is our number one priority at Bounce. Obviously, we've got trampolines everywhere, and we're very, very safety conscious. We have safety referees on every area. We have safety calls every hour over the loudspeaker to make sure people are jumping safe. And referees are interacting with everybody, making sure that they are safe at all times. In case something like an injury happens to someone, every single member of our team is level 2 first aid trained. So we know how to respond straight away. It's not required of us by law. We did it because we want everybody to be safe in here at all times. So we know how to respond to an injury as soon as it happens. Future plans for Bounce? Well, I think everybody would love another Bounce. We would love another Bounce. We love everybody coming in here. We'd love it to grow. We'd love it to take it to more people because we think it's just an awesome thing for the Middle East, and hopefully we can grow up from here. We'll be right back.
في نهاية حلقة رادار لهذه الليلة، لا يسعنا أعزائنا المشاهدين إلا تقديم التمنيات بأن نبقى دائما عند حسن ظنكم، على أمل أن تقضوا مع بقية برامجنا أمسية طيبة وممتعة. لقاؤنا يتجدد في الأسبوع المقبل بإذن الله. تصبحون على خير.